خويا جواد، السلام عليكم. نحاول نشدك مع حد مازال من الناس ما طلعوش. اوب اهلا وسهلا مصطفى، مرحبا يا الاستاذ، كيرك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي دايرين؟ والله الا شو الشميشه ما شاء الله، وليت كنت شارجه، وليتي بريد. بصحتك والله الا بصحتك. الشميشه مزيانه، انا كنت في لاطي راس الشميشه ولكن حرقاتني ودخلت. لا لا انا ما والله، واخا تخليني هنا، عرفتي نسى راسي انا دابا. شوف كنجي ما شاء الله، كنجي حدا كنجي هنا المناظر عندي هنا البارك صراحة. القصر ديالك عرفتني هذا؟ راك في القصر ديالك؟ ايه، واش غادي دير؟ الله يسر، الله يعطينا الصحة. ياك عرفتي فين انا؟ فين كنجلسوا ديما؟ هنا في هنا فين درنا داك الروبورتاج داك اللايف داك النهار. لو لاك والشميشة، الناس كيتريني والحياة السعيدة، بلاصة ديال ما شاء الله. بالنسبة للاخوان اللي معنا، راه غادي نستضفوا معنا الدكتور ديالنا جواد. الناس اللي مهتمين بالامبور ليكسبور، السلام الشينوا، بغا يصيفط لشي قنطره، هذا هو. شوفوا الاجواء وديك الساعه. مرحبا مرحبا. حيت البارح طلعتي شي جوج ديال الدراري سولوني، قال لي اخويا كيفاش كيدير وشنو غادي يدير وهذا، وسميتو اللي بغى راه غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نشوفوا انت كيفاش غتبروبوزي لهم شي 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 ريزو اللي هما يقدروا يستافدوا منه، فهمتي؟ ودابا على حساب كل واحد وكيفاش بغى يخدم، واش بغى يخدم مع في البلاد فين كاين هو، وفين بغى يصيفط السلعه، وفين. انت دابا غير باش الاخوان اللي كيتفرجوا، باش نحاولوا اننا ما يعني نقتصروا الوقت. اشنا هو كاينين احتمالات، كاينين جوج حوايج. غير خص تعرف واحد القضيه، بان جواد ما غاديش يتعامل مع شي واحد عنده 5000 دولار 5000 اورو ولا 5000 درهم ولا شي حاجه، لان ما صراحه هذاك اللي بغى يدير الدروب شيبين ماشي يصيفط ميساج ولا يعيط ولا يقول له لا باغي ندير الدروب شيبين. وكيتعامل مع الناس، شي واحد باغي يدير شي ماركه، شي واحد عنده شي برودوي خدام له مزيان وباغي يبراندي، شي واحد عنده سلعه كثيره بغى يديها وما عارفش كيفاش، كمثال ما عارفش القوانين ديال كندا ولا امريكان، بغى يصيفط من دوله دي من شينوا ولا هذا، ولا بغى يدخلها للامارات، ولا بغى يدخلها للدوله دول الخليج ولا شي حاجه بحال هكا. ما بغى يمشي يخدم، داكشي هو يختار. ابري حنا المهم هو السلعه على حسابنا فين من غتجي وكيفاش غتمشي والترانزيت والمسائل، ولكن هادشي راه كيتطلب يعني ماشي كنقولوا اموال باهظه، ولكن كيتطلب واحد الانفستيسمون اللي كيكون شويه مهم. يعني الانسان خويا جواد، راه الاغلبيه الناس اللي خدامين وعارفين هادشي هذا، عارفين باللي ما يمكنش انك تبراندي كمثال، حيت المشكل للاسف قهرونا دوك صحاب الفيديوهات اللي كيقول لك كيف تبدا التجاره الالكترونيه بدون راس المال. هادوك قهروا عباد الله. لا هادوك دابا تيخلطوا، هادوك دابا تيخلطوا جوج د الحوايج. تيخلطوا انه يوري لشي واحد لافيلياسيون، ولا يوريه دروب شيبين ابتيت جوت ولا لعيبات بحال هكا، واخا ولكن ماشي ما يمكنش بهذيك الطريقه ديال ديك الهضره. غادي يقدر هو يلعب في لاكونتيتي ويسكيلي سميتها السلعه ديالو. ما يمكنش حتى انه يربح يدير شي لعبه الا ما كانش داك الشيء ناضي، فهمتي؟ اكزاكتومون. ولكن للاسف راه هادشي اللي عطى الله والسوق. يعني كاين واحد العدد ديال الدراري مساكن كيحلموا، والدور ديالنا انا صراحه كنحاول انني نفيقهم، كنقول لهم راه كاين فرق كبير بين التفاحه والرمانه، بين داكشي اللي كتسمع في اليوتيوب وداكشي الناس اللي باغيين يجيبوا غير المشاهدات، وداكشي ديال الارض الواقع الا بغيتي دير شي لعبه. اخويا الانسان كيحلم كيتصحابو غير كيورك على البوطون، كيدير 10000 20000 100000 في النهار، راه واحد النسبه كبيره جدا كيتصحابو، راه ما كيورك على البوطون. دابا انا كما قلت لك اصلا انت ما كنتيش باغي تبان، ولكن دابا قلت لك اودي راه كاينين الدراري، حيت انا تعاملت مع دراري يعني عندهم بروجيات وعندهم فلوس باغيين ينفيستيو، وخاصهم شي حوايج خاصهم، لان راك عارف باش المهم في اي بيزنس كما كان هو تبني علاقات، هو يكون الفلوس ما كيديروا لك والو بوحدهم، ما تقدر دير بهم حتى لعبه بوحدهم الا ما عندكش العلاقات وعندك فين تمشي وعندك شي واحد اللي عارف
لانك تقتصد الوقت وكتقتصد الفلوس وكتقتصد واحد العدد من الاشياء. وكاينين الناس اللي واعيين بهذا الشيء، هاد الناس هذا هما اللي كيهمونا، الناس اللي فهموا واعيين عارفين وباغيين يخدموا، هادو تقدر تخدم معاهم. اما الا كاين شي واحد باغي غير يمرضك، صراحه راه انا بعدا ما تصيفطوش ليه، الله يجازيكم بخير، راه ما غاديش نجاوبك غير باش يبقى الاحترام بيناتنا. وحتى الاخ جواد راه انا اللي بغيت تابونا عنده يتابونا، ولكن ما تصيفطولوش صراحه، حيت المشكله شنو غيوقع؟ غتولي غتبدا تصيفط له، واخويا عندي 1000 درهم، واخويا بغيت نبدا بدون راس المال، اش غيدير لك؟ غيسد هذا الشيء كامل ويمشي بحاله، حيت ما عندوش الوقت، ماشي بحال شي واحد اخر اللي عنده الصبر وعنده الخاطر. شوف شوف هذا محرمين على كل شيء. قال لك هذا جين كينج يونغ ولا ما شنو هو، قال لك غالي بزاف. لان عرفتي الفلسفه ديال الجواد شنو هي؟ هي الشهر اللي ما غاديش نشد كره، ما عندي ما ندير به، داكشي اللي قال. هذه هي يعني ما كيتدخلش في حاجه اللي ما ما ما, ما غاديش. هذه هي الفلسفه ديالو، وراه صراحه الا تبعتيها حتى نتوما غادي توصلوا شي امور مزيانه. واحد القضيه يعني الدراري ديالنا اللي عارفين النظام ديجا كيفاش خدام وداكشي، يعني عارفين اوسي بان لي ريزو هما اهم حاجه، والحمد لله الله سبحانه وتعالى دينا عطانا سهل لينا حنا المساله هذه، يعني ونفي نوتخ. ولكن ما تنساش واحد القضيه، بلا راه كاينين نسبه كبيره ديال الناس اشنو هو المشكل ديالهم. البارح ما عرفتي متى كنت كنهضر مع واحد الاخ، قال لي ودي راه كان في المغرب، قال لي راه الطريقه باش كنت كنفكر وفاش جيت مشيت لاوروبا وداك الشيء راه شفت فرق كبير. قال لي راه هذوك الناس ما تلومهمش، وحتى انا راه ما كنلومهمش، فهمتي؟ راه لا يمكن انك تلوم دوك الناس، حيت الله يحسن العوان ما عمرو شاف، ما عارف، ما عمرو دار البيزنيس، كيتسحب وراه. كاينين الناس ما كيوعيو، ما كيكونوش واقعيين مع عباد الله، كيوري غير فاش كيكون خدم مزيان، ما وراش وفعلا علاش؟ حيت اي واحد كيبدا ما كيبانش في الاول فاش كيكون لا ميزير وكيتقاتل وكيسهر وما كاين والو وكيتسلف، حتى كيدير الفلوس عاد كيقدر يعاون الناس، ديك الساعه عاد كيبان. وهذيك الاغلبيه ديال الناس راه كينساوها باللي راه كانت واحد الفقره دي، واحد الوقت ديال الفقر وديال التحمسير والزيار وتجمع ودير، هادي كلشي كينساها، كلشي كينساها. ولكن راه للاسف راه كاينه، راه واقعيه وكاينه بالضبط، يعني ما عندك ما دير لها. تماما هادشي اللي كاين. كاين شي اسئله نقدروا ناخذهم دوك؟ بالنسبه للاخوان، شي واحد بغى يدير شي براند، بغى يدير شي سلعه، بغى يبيعها، راه ممكن ان الاخ جواد اكومباني الكونتاكت سيفط له الانستغرام وحنا انا نتواصل معكم، ما عنديش مشكل معك. انا دابا كنهضر معاك ودخل واحد لا كوموند دابا السيده، ويلا دابا قال لك بغى احنا انا كنخدم فيها سيستم. ايوا شفتو نصر؟ شوف اخويا الطبيعه، انا من بين الاشياء اللي كتقتلني هي الشمس والطبيعه. شوف شوف هذا بالرجل ولا شنو هذا؟ ما نعرفش سميت هذا الحيوان هذا، اللي كيعرفوا فيكم يقول اش من هذا الحيوان هذا؟ سلحفه واقيلا. لا اخويا شوف، نسيت واحد القضيه هي هذه، هي الكويس ديالتي. شوف الكويس ديالي انا فين كان، الا ما كانش الكويس ديالتي ما كاين والو مع الشمس. شوف اللي بغى يعرض عليا غير كاس. كنجيب هذا ديال سميتو، ديال اش كنسميوها، ديال الساقيه الحمرانيه، داكشي اللي كاين الاخوان. شوف اللي كاين شي واحد سي محمد، راني خليت لك ميساج اوديو تتشوفو ان شاء الله. اخويا مرحبا. نشوفو اللي كاين شي واخا سلعه فروم شينا تو اوروب. خويا اللي بغيتي شينوا فيما بغيتي ديها، دي من اوروبا لشي قنت اخرى، اللي ما عندكش مشكل، يعني الحمد لله كلشي كاين، كلشي كاين. الله يسخر خويا محمد. شنو الحل مع سترايب شوبيفاي؟ خويا ما تحتاجش مازال سترايب دابا، عطا الله باش تخدم، عطا الله. داك النهار درت واحد الفيديو سير تفرج فيه، ديال باي بال تشيكا وتخدم به وتوكل على الله صافي. الا كتسنى مازال سترايب راه راسك كيضحك عليك باش ما تبداش، كيقول لك اودي هذا هاجس، ولا خدم غير بالباي بال، الله يجعل البركه، جمع لنا شويه وديك الساعه يحول الله. اجي محمد. انا
نخليك حيت عنده واحد شويه يلا ديال الخدمه، نبقاو على التواصل واحد شويه وحنا هذيك بليز واحد شويه ونعاود نتعرف. يلا سيدي يلا يلا، ومره مره انت ما يقدرش ما يكونش عندك الوقت ولا من بعد غادي نتذكروا، الا كاين امكانيه انه وقت ما واخا غير مره، انا عارف مشغول، واخا غير مره في السيمين ولا شي حاجه تقدر دير الدراري لايف ولا شي حاجه يستافدوا ويشوفوا الامور ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا ولا انت حيت الهدف شنو هو، بعض المرات تقدر نشوف كيفاش نقدر، حيت كاين واحد القضيه كيديرها الاخوان باش ما تمشيش، راك عارف انا عارفك انت ما عندكش الخاطر ديال يجي شي عربي ولا شي حاجه يبدا يخسر الهضره ولا شي حاجه غادي تسدك شو تمشي فحالك حيت ما عندك فيه الربح. انا لا انا عندي الصبر ديال داك الشيء، ولكن راه كاينه الطريقه باش كتسد لي كومونتير، غتجيب الموضوع ديالك انت كمثال غتهضر على شي هي ديزاكتيفي لي كومونتير، هذا دابا غنديرها ونحيد لي كومونتير هما ما بقاوش كيطلعوا، غتزيد شي موضوع اللي انت باغي تهضر فيه ولا شي نقطه بانت لك مزيانه بغيت فيه بها عباد الله ولا شي حاجه، تجي كتطلع دير لايف ديالك ولا دير فيديو اللي حلهم في انستغرام، واللي بغى يستافد يستافد، اللي بغى يسب خليه يمشي يسب عند خالته، صافي تهنا مع راسك باذن الله. داكشي اللي كاين، ربي ربي ييسر ويوفق الامور. القضيه انتم حنا هنا بدات شويه كتغيمش سميتها الشميشه مسكين، دابا راه لقيتيني مشيت نطلع للصاد هنا ديال التنس، الناس ناشطين الاجواء كلشي كاين، انا بانوا لي دابا لي فرونسي ولا بحال ما عمر كان هذا الشيء ديال كورونا كاع. خرجت البارح، خرجت البارح ورا الدنيا عامره، انا خرجت انا البارح الدنيا عامره عامره البيت عامر كلشي كيكون بوانسيك مع دي زوينه جيمي، راك شتي البارح او بيت فيديو اللي كانت دايره الدنيا. اي والله الله 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 يستر الله يستر. يلا حيدني من انت نعودك. الا الى بغيتي العسل راه مقابل النحل ديالي هنا، هكا مقابل النحل اللي بغى اللي بغى العسل، اللي بغى العسل يصبر القرص النحل. بارك الله فيك، اللي بغى يخدم معانا راه مرحبا. غير حنايا دابا خويا جواد تجربتك انت دابا بحال هذا، دابا هاد السنه تقادو زعما تخليهم في المغرب في هاد البلاصه هادي، يجيو تلقاهم الغد ليه تخليهم في شي بارك حطهم هكا وتجي تلقى السنه القديم كيما هما. لا راه ما عرفتش، راه ما عرفتش زعما صراحه مشات لك لا كونيكسيون معنا. سمعتي؟ ها؟ قلت لك هاد الكره هذا ما بغيناش. صافي الله حي عليا، صافي عندك الحق. يلا تهلاني في راسك، السلام عليكم. يلا تهلا في راسك، وتبارك الله على الاخوه. السلام عليكم. دونك الاخوان غادي ناكتيفي لي كومونتير نشوف الا كاين شي، ولكن شي واحد بغى يطلع يسيف نافيزاسيون ولا بغى شي واحد يستف، واش يمكن يشري السلعه ويوصل الطلبيات اللي كليان وشحال الثمن؟ لا خويا لا داكشي، لا داكشي انت غادي هو كي يقدر ياكومباني شي واحد اللي بغى يخدم بالكرو، هز حط كونتينر جوج على الاقليه، واحد من المينيموم ديال السلعه تقدر تكون 2500، حيت كتبان لي انا الا ما كانش شي واحد مستطاع انه يشري واحد 2000 ولا 2500 اورو ولا دولار، بلا ما عنده ما يمرض براسو يدير السلعه ولا هذا، خدم دروب شيبين في انتظار وبريكولي مع راسك في انتظار انك تجمع راس المال. خويا يونس قال لك خويا محمد بغيت السلعه توصلني للسعوديه، خويا ماشي مشكل توصل معايا في الخاص، انا غادي نعطيه الارقام وهذا، وكاينين الدراري اخرين دابا خدامين تما في الخليج ويتواصلوا معاك والله يوفق، ولكن راه اي واحد فيكم غادي يصيفط ميساج خويا باش ما نمرضوك ولا تمرضنا ولا تضيع لنا اوقات ولا، قول لي عندي طف عطيني الموضوع كامل. خويا السلام عليكم، انا فلان بن فلان من مدينه فلان، راني اقطن بهذا وامارس التجاره لمده هذا، عندي تجربه وهذه، حاليا عندي واحد المنتوج، بلا ما تعطي المنتوج ديالك عندي، بغيت نشري كميه قد وقد بالمبلغ قد وقد، حيت هذا هو اللي غادي، ما كانش المبلغ راه كاع ما يتجاوب لك على الميساج ديالك، علاش؟ باش نيفيتيو داك اللي 100 دولار راه الاول كنوريكم الميساجات الناس كيصيفطوا لي اخويا عاوني واحد 10 دولار، وهذا دابا اش غادي ندير له انا؟ اش غادي ندير لك كمثال، انت كتصيفط لي في انستغرام انت مشارجي الانترنيت وكل شيء ومفجاج وربما عندك التليفون، انا عندي التليفون هذا قبل الاخر وانت ربما عندك الاخر وكتصيفط لي انا كتقول لي 10 دولار، راه عندك مشكل في التسييره الاخر الا ما قدرتيش انت تجمع 10 دولار، انا كاع عطيتك 10 دولار، انا نعطيك 20 ومن بعد واشنو غادي دير؟ يعني
سوا جوج حوايج، اما كتردني بهيمه كتقول هذا السيد راه مكلخ غادي نكراطي داك الشيء اللي وهذا واش غادي ندير، ما سوا انت راه كدير الانترنت كلها كتسعى، يعني عوض تسعى حدا المساجد كتسعى في الانترنت يعني فهمي، مازال يطلع شي واحد يقول لك اودي خويا بغيتك تساعدني تقول لي كيفاش غنبدا ولا بغيت منك معلومات وهذا نرافقه بكل فرح ما عنديش مشكل، ولكن ما يجينيش مبنج يجي خويا بغيت نعرف منين غنبدا، اش غنقول لك؟ انا نقول لك بدا توضى بعدا هي الاولى، صلي واحد جوج ركعات وشوف دير صلاة الاستخارة بعدا واش هذا الدومين يخدم لك ولا ما يخدمش لك، حيتاش غنقول لك إلا أنت ما عرفتش منين تبدا كي غنقول لك أنا، راه ما نقدرش أنا نقول لك منين غتبدا، خص تمشي تحرد. علاش؟ نقول لكم علاش، هذاك اللي كيقول لي ما عرفتش منين غنبدا، داك الشيء اللي كنهضروا عليه دابا كنقول لكم الثقافة هذه دابا راه ربما تكون كبر من الناس، واحد العدد ديال أسميتهم عن الناس شنو كيديروا، إلا بغيتي تعرفوا منين جا الديفو، وشو؟ الا بغيتي تعرفوا الناس من جد ديفو قول لي عاوتاني غدا، راه اخويا مالنا حنا المجتمعات ها الناس هاد ديفوات منين جاو، اش كتلقى شي وحده فايته جدك في العمر وكتقرا كي بغيتي هاد الشعب ما كي بغيتي، ما نهضروش على الشباب ما نهضروش على لي جون ما نهضروش، كيفاش بغيتي انت المجتمعات ما ترونكيل ها انتوما ها باش ما تقوليش راه حتى كايزولي ها انتوما ها السيد اخر غادي نزوم عليه من البعيد احتراما للاشخاص ها انتوما، شوف السيده جالسه ها هي كتقرا، شوف كتقرا ولا كتكتب تلقاها دابا تطلع لك شي بروجي وقال لك شي واحد عاوني نبدا، ها انتم السيده هاي ولا الكلمات المتقاطعه ولا عم الله شنو كدير، المهم شنو هو الهدف؟ بان الناس هذه هي المجتمعات هذه هي، لان الظرف راه ماشي كنقول لكم انا راه خص تفهموا واحد القضيه بان عربي كيف ما كان ولا مسلم كيف ما كان راه افضل بكثير بكثير من هاد الناس هادو، واخا يعني ما يقراو، لان الله سبحانه وتعالى كرمه بالعقل كرمه هذا بالدين ديالو راه شي حاجه اللي هي مهمه جدا، ولكن راه خصنا ما يكونش عندنا خص يكون داكشي متناسق، ما تكونش ما داكشي ديالك ماشي واضح مخربق، انا كتلقى كيقول لك مسلم وباغي يسهر وباغي يدير وباغي يخربقها، ولا جاتو الفرصه يمشي يسكر يسكر ما عندوش مشكل، هو كيبان له هذيك هي الحياه، يعني واحد مجموعة من التناقضات اللي لا عطيتها لواحد اللي هو عاقل غادي يحبس راسو يقول لك ما يمكنش اش هادشي هذا، واش الا عطيتيها لشي واحد دابا شديتي اي واحد انسان انا دريت غير ربما قلت له ولا سكي سباس يا كيلكان كي كرويون سوا ديزون مسلمون تا 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 وراه كيجي السبت كيقول لك انا غندوزو سامدي سوار وكيجي هذا ويتفلى على هادي ويتفلى على هذا ويقدر يمشي عند البقال غير يغفل يطير له شي حاجه عند مول المحل وهي غدا، اش غايقول لك داك الدرس؟ غايقول لك اللي سكيزوفخيني، يقول لك هذا عنده مشكل في العقليه، ها السيده تاعي باش ما تقولش سي با ديكا سي با ديكا ايزولي، ها انتما الناس شادين الكتاب كيقراو الناس كتقرا الناس خدامه، وراه ماشي الناس دراري صغار ولا تقول لي لا راه غادوز الباك، هذا راه باينه خلنا تما ربما تلقى لا روتريت، ولكن الناس كتقلب مي والراحة عرفتي الراحة مع الناس، لكن اللي تسوق لك لكن اللي برزتك خلي حوايجك دير اللي بغيتي، هذا هو اللي خصنا حنا دابا، وهذا راه مشكل كبير، واخا مشينا لواحد الموضوع اخر اللي له علاقة ولكن اش تسميه، ناخذ واحد الاخ هنا انا راه كنجي للبارك حيت قدامي، خويا مرحبا مزيان شكرا. السلام عليكم. الله يبارك فيك خويا، ما كنسمعكش مزيان. بلاتي نخدم دابا كتسمعني مزيان شويه تفضل. المهم انا فالويت يلاه واحد السيمانه هادي ويلا درت اون بروميير اكسبيريونس في دروب شيبينغ في الكونفينمون، مع كنت ديما كنقول كونسا مي ما كان عندي الوقت مع الخدمه صافي تلونفيت دابا اون سيمين ودرت ان بتي شيفر دافير ديال 2600 وانا نحبس حيت ما عنديش لو سابي اونتربرونور، انا هنايا في فرنسا في 92 شنو بلاصه في 92 نوتير فوق دابا في ديفونس مزيان ودابا حاليا علاش حبستي؟ نورمال تستمر ما ديرش ماشي بالضروره دير لا سوسيتي، خلي البروجي ديالك خدام ودير له لادريس في المغرب ولا في شي كونت اخر اون اتوندون. ايوا المهم انا ملي شفت حيت الكونت ديال اللي كيدخلوا ليه الفلوس وداك الشيء من سترايب و باي بال كاين في فرنسا
دونك ما فاش وعلاش ما درتيش كونطات اخرين على برا؟ حل الكونط. ايوا غتمشي تمشي للقناه، راه كاين واحد الفيديو، كاين واحد الفيديو درت فيه يعني الابناك اللي ممكن تخدم بها وما فيهاش لي فرو زوينه واعره. كاين هذاك انفانسيس، راه كاين ليان ديال افيلياسيون تما، كاين ريفوليوت، غتوركها في لا ديسكريبسيون، يعطيك لا كومباريزون بيناتهم، واختار شي وحده فيهم اللي غادي تسلكك على حساب لي بونك. تفرج في الفيديو باش تفهم، حيت كاينين اللي كتعطيك لي كارت فيرتويال على حساب شنو باغي انت، وشوف اللي تناسبك. ولا تقدر تمشي لجوجل دير غير لي بونك اونلاين، راه تقدر تشوف شكون اللي موجودين في دول اخرى، وحاول تفك هذا المشكل هذا. داكور، لا انا لوبجيكتيف ديالي حيت ما كنتش عارف بانه كان غير تيستينغ وصافي، وتيستيت وانا دخلت براسي فاش درت فيسبوك ادز، حيت ما كاينش شي صعوبه اللي دخلت براسي. شفت واحد درت ابري واحد 40 كوموند ميم با اون سيمين، واحد البيجي ديال 50 فارو ديال فيسبوك ادز. صافي دابا عندي صافي. قلتي راه حيت انت ما كنتيش كتثق باللي الناس خدامه. لا انا بغيت غير اجيني صراحه، اجي غير اجيني بصراحه دابا. بغينا انت راه سما انتريس باش نفهم العقليه ديال شي واحد ما عمرو دار، وفاش يلاه بدا شنو حسيتي وشنو عرفتي، واش كان عندك شي حوايج كنتي مقتنع بها قلتي غنمشي نخدم، ولا قلتي اجي نشوفو غير هادو واش كاين شي حاجه ولا غير؟ ومن السؤال الثاني هو واش طلب منك داك شي خدمه بزاف ولا مجهود، ولا طلعتي شي سيت ديال لا نازا، ولا غير درتي شي عادي وهذا ودرتي المينيموم لقيتي كلشي المعلومات في الانترنت وديماريتي وجاب الله التيسير؟ يعني هادشي اللي بغيت التجربه ديالك تعاود لنا عليها. الو الو، مشات لا كونيكسيون. لا كونيكسيون. قلت لك انا دابا فاش كنشوف الدراري مثلا في المغرب، ولا حيت كاينين بزاف ديال الدراري في المغرب كيقولوا فوالا كاينين ارباح، كاين دا كاين دروب شيبينغ خدام الانترنت، مي الا ما عمرك تيستيتي باش قلت راه نتيستي نشوف شنو كاين تما، واش فريمون داكشي الصح اللي كاين. قلت بلي ما يمكنش انه هادشي هذا في الاول، اجيني صريح يعني بحال اللي كتهضر مع راسك، ما كنتيش تايق في الاول؟ لا ما كنت ما تقدرش تيق، حيت ما عمرك جربتي كتقول بوتيت ما يمكنش، بوتيت كاين شي حاجه اخرى، يا ماشي بهذه الطريقه هذه، بوتيت كاين شي حوايج مخبيين، فهمتيني؟ واخا، ولكن اشنو كيخلي، لان هذا فقط عقليه مغربيه قحه، ماشي باش نكون واضحين بيناتنا، راه حنا دابا بيناتنا وكنهضروا بالدارجه والحمد لله كنهضروا بالدارجه، ما كنهضروش بشي لغه اخرى باش ما يفهموناش، بلي هذا حنا مرض فينا، الاغلبيه مرض فينا حنا في المغاربه فقط. اشنو في نظرك كان كيخليك انك تفكر بان دوك الناس غيكذبوا عليك؟ اشنو الربح عند واحد لاح لك فيديو في اليوتيوب بارطاجا معك شي لعبه هو ما كيعرفكش كاع فين كاين، علاش غيكذب عليك؟ لا شوف، واحد القضيه سي ممكن بزاف اللي كنقول لهم لي بونجور دو تابي، كندي كيبيعوا الوهم الناس، وكاينين دابا حاليا في فرنسا وكيما مشيتي كيبيعوا لي فورماسيون كدا جي غادي تبدا من زيرو، غادي دير 1 مليون دو شيفرو دافير في 3 موا ولا شي حوايج بحال هكا، فهمتي؟ وداكشي امبوسيبل. وكاينين شي وحدين اخرين كيما قلت لك بحال بلاد الضيفي مثلا، بحال بلاد الضيفي تفرجت انا في الفيديو ديالو باش نجاوبك على النص الاخر ديال لا كيستيون ديال باش ندير شي بوتيك. درت انا بوتيك مونو برودوي طلعتها في يومين، درتها بالفرونسي و المهم شي يومين ديال الخدمه هكا كنسهر حتى لجوج ديال الليل مع الكونفينمون ما كاين ما يدار. صافي طلعتها لونسيت الفيسبوك ادز حتى هو تفرجت فيه، عطاني ديك اللعبه ديال ديبليكي لي زادسيت حيت ما كانتش عندي في بالي باش نديرها. صافي ابخي جاو لي ريزولتا، مي بحال هذاك السيد دابا اللي سيتيت ليك هو كيدوي وكيبارطاجي ليكسبيريونس ديالو، هذاك تقدر تثيق فيه، فهمتي؟ كتقول له هادشي اللي كيقول راه فري بصح. ابخي راه اي دابا كمثال نهضر لك انا بلا الضيفي من بين الشباب اللي ما كنعرفوش انا شخصيا، ولكن شفت فيديوهات ديالو كيبان لي بانه اللي هو الانسان اللي هو خالص اللي سانسيغ، لا سانسيغ اللي كنهضروا عليه. هذا دابا ما عنده حتى شي ربح، انت في قرطه حنا ولا هذا باش تربح ولا تخسر، ما عندوش باش غادي توشي هو انت كاع. بالعكس، كل ما مغربي لاباس عليه راه كل ما الدوله تطورات راه كل ما ولا كلشي داكشي بخير، انت كيفاش يعني؟ ما
انا كيبان لي ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تخلي ان الناس هنا كاين غادي نبدل البلاصه كاين بزاف ديال اسميتو انت دابا شنو كتقول كتقول دابا خاصك ضروري يكون عندك داك الشك ويكون عندك تقول بلاتي نشوف كومون سا مارش كومون سا سباس حيت فهمتي خاصك الا ما كانش عندك داك الشك راه والو ما تقدرش تمشي ما تقدرش تجرب ما تقدرش ولكن راه الشك خصها تكون حسن النيه بان داك الشيء راه كما كنقولوا حنا كدير بحال المحكمه راه الشخص بريء حتى تثبت تثبت عليه الجريمه ما داكشي صبغ كاينين كاينين كيبيعوا كاين جوج حوايج كاين اللي كيعطيك دابا المعلومه وما كيبيع لك حتى لعبه بغى يبارطاجي مع عباد الله التجربه ديالو كلشي والناس تستافد وبغى يشوف الناس وصلات وعنده ديك الحرقه لان علاش هو انسان ولد الشعب داز هذا وشاف ديك لاميزير وهذا ما بغاش كاين عارف كاين واحد العدد ديال الناس هذه هي لا سول اوبورتونيتي باش يخرجوهم من داك الفقر والمعاناه وهذا فهمتي لان ما يمكنش تسنى انت الدوله دير ليك وتسنى هذه وتسنى هذه وانت ما قاريش كاينين واحد الناس الا ما حلوش بحال هذه الامور هذه راه ما يمكنش انهم يوصلوا ليديروا شي حاجه في حياتهم صافي مشاو والا مشاو ماشي غيمشيو راه غيمشيو غيمشي معاهم يجي معاهم الاجرام يجي معاهم واحد العدد الاشياء يبداو يجلسوا عباد الله في الزنقه غيطلع لنا واحد واحد المشكل كبير جدا في المجتمع نتو كيفاش ولكن ماشي هذا هو دابا هذا النوع الاول كاين النوع الثاني اللي عنده الكفاءات وكيعطيك ويلا بغى يقول لك غيجيك نيشان يقول لك اسيدي انا غادي نعطيك من وقتو غتخلصني انا من هذا النوع هذا انا كمثال كاين واحد النيفو كاين شي اوقات كنعطي فيهم في سبيل الله يعني داك الوقت اللي كنشوف انا في الانستغرام انا كنقدر بحال دابا انا جاي للبارك وهذا واش غنهز معايا الاورديناتور واش غنهز معايا يعني كنقول اجيا غتقرا ولا غادي دير ولا انت دابا كمثال طلعتي في تجربتك كنستافد منك واحد المجموعه من الاشياء كانت كمثال وانا كنستافد منك كنشوف لي روتور كنشوف اشنو واقع يعني بحال هذه بحال الا كنجي انا كنحل واحد الشرجم وكنهضر مع خوتي في المغرب كنجيب الاخبار كنشوف اشنو واقع كنمشي نسدو كنعاود نمشي نقابل الامور ديالي ولكن فاش كنجي عندي شي واحد كيقول لي اقص تعاوني نعطيك ساعه نعطيك ربع ساعه ولكن الفو بغيتي نخدم معاك انا تخلصني الشريف ما عنديش الوقت ديالي راه لوجيك راه ما كنخافش وما يجيش اخويا انت بغيتي الخير ولا عندك الفلوس اش بغيتي الفلوس لا هذيك ديجا ان فاصون باش نيليميني هذاك اللي غيبرزني حيت الا جيت بغيت ندير السوسيال راه غنهز الساكادو ديالي وغنمشي لافريقيا وغنطلع لدوك القرى وغنمشي نعاون الناس الاطفال وغادي نعاون الناس اللي كبار نمشي نسقي لهم في الواد يعني دوك الناس انا عارفهم محتاجين اما انت كتفك قداش كبر مني انا تقدر تمشي تخدم ودير وهذا وجيت انا تقول لي عاوني ما يمكنش انا ما سينو راه غندير ولاد ونربيهم بعدا ويبقاو ولاد كيقدروا يعقلوا على الخير لا متفق معاك 100% وانا ما كنهضرش على باش تبيع شي سيرفيس انت كتعرف ديرو كتبيع حيت داكشي انا دابا الخدمات كاين النوع الثالث شنو هو هذاك اللي غيجي دابا بغى غير ما كيربح حتى لعبه ما كيدير حتى لعبه لي كومبيتونس ربما المحتوى عيان وكيجي كيبيع غير لا فورماسيون هذاك انت هو البيزنس ديالو في جميع المجالات ماشي غير في الاي كوميرس كاين في الاي كوميرس كاين في الفوركس موجودين في المغرب في الفوركس لي زاكسيون ولا بولش الوهم وهذا موجودين فهمتي موجودين غير هو هذاك اللي غادي يبيع لك فورماسيون الا كان هو ديجا شي واحد حيت كاين اللي كيبيع فورماسيون كيكون شي واحد واصل ديجا عنده واحد ليكسبيريونس كبيره في الدومين وكذا كيبيع فورماسيون بواحد البري اللي هو سا ديبون ديال ديك الفورماسيون ديال شحال 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 ساكوت شنو غادي تبوسيك شنو غادي توريك ابري كتكون عنده واحد لا ريبوتاسيون داك السيد دونك ماشي غير اللي جا بروبوز عليك قال لك فورماسيون وكذا شوفوا هو بعدا شنو دار لا كارير ديالو فهمتي ليكسبيريونس ديالو الناس اللي متابعينو في مثلا في انستغرام في يوتيوب شنو كيقولوا عليه عاد شري فورماسيون انا بعدا فور لانستون دابا ما عمرني شريت شي فورماسيون ولا انا شوف كنقول للدراري بان البدايه فاش تبدا في هذا الدومين هذا حتى توصل كتحقق 1000 ولا 2000 دولار في النهار ما تحتاجش كل شيء المعلومات حاليا مبارطاجينها المغاربه بالدارجه اللي غتوصلك انت غتحتاج تفوت هاد الارقام هادو لان شنو غيوقع لك غتوصل غير واحد النيفو ديال 2000 غادي تبدا تبيدالي ما تقدرش خص امور اخرى اللي ما غيوريها لك حتى واحد وهذا شي واحد حيت غيكون عندك ماشي المشاكل التقنيه راه نفس التقنيه باش غتخدم غير كدوبليها لا يكون عندك المشاكل غتبغي تسكيني في الفيسبوك يقول لك عطيت على البنكه انت عندك شركه يقول لك راه البلافون ديالك هو قد وقد في الشهر شي واحد اللي غايقول لك القالب منين غتجيب البنكات اخرين اللي غيعطيوك لي كارت وضرب مع راسك الفيسبوك حتى ل 1 مليون دولار فهمتي هاد المعلومه هادو هما اللي خاصينك هادو هما اللي غادي تمشي عند شي واحد تخلصو يعطيهم لك
انا دابا هذه راه وقعت لي ومن من الاسباب باش حبست حيت خدام بنك عاديه وبالباي با وكتكون عندك واحد 3500 هي البلافون ديالك في الشهر ما تفوتهاش. ابخي واحد الوقت صافي قالوا لي ودي راه ما تقدرش باقي علاش سلامتك، ولكن ماشي مشكل هذه كتبقى تجربه انا فرحان حيت ولكن المشكله شنو هو؟ راه كل مره انت قلتي الا كنتي غتوصل في 3 شهور ولا في عام الا كنتي كتمشي مع الناس اللي هما ربما غادي يعاقبكم اي يقول لك داكشي اللي غيبان لك من شهرين 6 شهور غادي تطيح فيه كيعطيك الجواب من دابا كيقول لك نو هذه بلا ما تمشي لها. انا كون جيتي عندي نقول لك بلا ما دير البنكه الفرنسيه، البنكه الفرنسيه تفهموا واحد القضيه، اين فوا بديتي كيدخلوا عندك دي بتيت صوم بحال شي كوميرسون وهي اون بنك بروفيسيونيل، غتصيفط لك البنكه واحد الكوريه تقول لك شوف اشتريف غنسدوا لك هذا الكونت ديالك ما عندنا ما نديروا به، غيسدوا لك ذاك الكونت فاش خدام انت كيجيك السالير غادي تسد وخصك تدور عاوتاني على لي بنك باش تحل الكونت اخر. لا سي فري سي فري. لا من انا دابا درت كيما قلت لك سي ان تيست ديال اون سيمين ابري سديت، دابا غادي نشوف كنقلب دابا نشوف منين نجيب المعلومات نشوف نفهم الحوايج كومون سا مارش، وهذيك اللعبه ديال امبورتي من لاشين لوروب باغ اكزومبل حتى هي شوف كيفاش دير ليها، وداك الدري حتى هو بوتيت خليه طالع معاك الا قدر يفيدنا بشي حاجه باش دير ستوك ديالك هنايا في فرنسا ولا في لوروب باش تاكسيليري لي ليفريزون. شوف انا راني انا في فونف ما نعرفوش في 92 فونف حدا باري كانزيان بورت دو فونف، انا في لا فيل دو فونف سي بتيت فيلي لا كتعرفها ما عرفتهاش السيليمولينو كتعرفها الا كنتي كتخدم في لا ديفونس انت تعرف السيليمولينو، حنا لاصقين مع السيليمولينو الحيط لاصق مع الحيط ممكن كاينين الدراري بزاف انت شلح بان ليا شلح انا شلح ولد اكادير منين من اكادير انا ولد تمسيه صافي الناس ديال الاهوارات تمسيه وداكشي واخا سيدي حنا دابا شنو نقدر نديرو ممكن اننا دابا عندنا مشكله شنو هو مشكل الثقه انا والله ما كرهت شي نهار دابا شفت هذا البارك دابا نقدر نديرو السبت في العشيه نقولوا مع جوج نتلاقاو كاملين هنا وكل واحد يجيب معاه واحد الزربيه ديالو يجيب معاه قرعه ديال شي كاس ديال اتاي ولا شي حاجه ونجلسوا ونستافدوا. اشنو غادي نضيع انا غندخل الدار فرحان ماشي فهمتي انا راه كنسكن جوج متر من هنا يعني ما عندي انت شي مشكل نديرها ولكن شنو هو المشكل؟ تصور انت دابا غادي تجي غادي تقول لي نهضر لي على البرودوي ديالك وداك الشيء ما مرتاحش علاش؟ قالت لي الناس شي شكون اللي غادي تثق فيه؟ لا ما تقدرش دوموندي شي واحد يبارطاجي معاك شي حاجه اللي هي كتبان بها ولا هي كتخصو فيه بارطاجي معاك داك الشيء اللي هو بغا يبارطاجي وراه ما يمكنش سوبوزون راه بحال فاش كيجي عندي شي واحد كيقول لي بغيتك اخويا تقول لي شنو غنديروا هذا وهذا وكيفاش غادي ندير راه بحال اللي مشيتي عند الطبيب قلت له اخويا راني مريض وهذا بغيت نكونسلتي بغيتك دير لي شي دواء يقول لك حيد حوايج كنشوف السخانه ونشوف بعدا فين كيدير تقول لي لا لا ما تمسنيش وباش غيعرف الضغط باش يسمع ياك ما الصدر ديالك ياك ما كاينش لعبه يمسك بعدا يشوف ياك ما كاينش العم عوجه ياك ما كاينش حاجه كدير لك المشكل انا ما نقدرش انا كمثال البرودوي واحد البرودوي السيد كيخدم عنده مشكل ديال لا كانتيتي كاين دي دروا كاين شحال من حاجه الا كان كاين الدراري كيبداو كيلوح شي برودوي فيه لي دروا دوتور يعني شي تيشيرت معروف ديال شي ماركه وكيطرطقو ولا شي صاك كيطرطقو كيخدم مزيان كيقول لك صافي درت الفل انا يجي عندي نقول له حبس الشريف راه كتقلب على الحبس دير الارقام ولكن راه دابا حيت تا لا شونس دو ديبيتون داكشي اللي جمعتي راه ربح حبس علاش لان غادي طيح عليك لا مارك راه تصيفط ما تعقلش عليك تبيع سروالك غادي تبيعو ضروري غايجيولك يقدر يجي في شي حاجه اخرى في شي حاجه الكترونيك الا ما عطانيش نوري المشاكل كاينين اللي كيبيعوا كمثال الكترونيك يلا كيبدا كيترتق المبيعات كيقول لك راه كندير 100 مبيعه ولكن الا وراني البرودوي انا عارف بلي داك البرودوي ديالو من هنا شهر شهر و15 يوم الكونت ديالو غيتسد علاش لان داك البرودوي يكون فيه لي روتور علاش لان غتلقى البرودوي المود دومبلوا ديالو مكتوب بالشينوي ما عندهم لا لونغلي لا حتى شي لعبه يعني ما عندهمش كيفاش يخدموه هو ما يقدرش ياسوري السيبور ما عندوش يبدا يقول للناس ها فين تورك هذه كيفاش دير اش غايدير غيبداو يديروا له الريكلاماسيون ماشي حيت البرودوي ما خدامش حيت ما عارفينوش يخدموه والاغلبيه هادشي ما كيعرفوش ريسبكتيش لي مور غير عطيتكم غير امثله وزيد وقيس على ذلك يعني واحد الغرق ديال المعلومات اما انت تجي تقول لي وكيفاش اللي خايف يمشي له البرودوي ديالو ما هذاك كاع ما نهضر اصلا هذاك ما نعطيش الوقت حيت العقليه ما خدامش لا الا كنتي جيبيتون الا كنتي غاتبارطاجي مع شي واحد اللي غادي يعاونك في البرودوي ما
الا كان هو ديجا سميتاش هادي بالبرودوي ديالك اللي عطيتيه ليه كاع ولكن راه دابا شي واحد الدار كيقول بالك نقدر وربما كاين واحد كيفاش كيفكر كيقول لك راه عنده الامكانيات غادي يدير الفيسبوك ادس وهذا وهذا راه غادي صافي انا مشيت فيها وتقدر تطبي غير داك البرودوي تلقى راه 20000 واحد كيبيعوا فيه انت يعني ما يمكنش تبيع البرودوي بوحدك انت زعما هو اللي عندك ايوا والمهم دازت المهم نطورش لا لا ما نطورش انا بالعكس بغيت الدراري يستافدوا من التجربه ديالك لا انا دابا كيما قلت لك حيت الخدمه ديالي انا انفورماتيسيان كندير ديفلوبمون ولا بليبار دو طون ما كيكونش عندي الوقت راه ماشي 2018 وانا كنسمع الدروب شيبينغ لي كوميرس كذا كنقول اليوم غدا اليوم غدا ما عمر كان عندي الوقت وفي هذا الكونفينمون هذا ما كاين تيلمون ما كاين ما يدار قلت انا نجرب شي حاجه جديده ما عمرني درتها صافي وجربتها وحيت ماشي بحالي الا كنتي كتسمع ولا جربتي وشفتي بعينك ديك يعني الاولى فاش كتسمع ديك الترين ديال السيلز الاول كتفيق الصباح هكا كتهز التليفون ديالك كتهضر في واتساب مع شي صاحبك ولا اللعيبه كدير التراك كتدخل واحد السيلز هكا في شوبيفاي بان لك ديك النوتيفيكاسيون كتقول بيغ يا صاحبي راه سي بوسيبل فهمتي ودماغك كيتبلوكا كتقول كيفاش هاد الناس يقدروا يثيقوا فيا ويشريو من عندي وانا يلاه يومين هادي باش درت المشكله بعدا كانت واحد فاش لونسيت البوتيك جوج جو حيت قلت لك درت بوتيكا مونو بروداكت درت سامبل داكشي بازيك ولكن لا ديسكريبسيون درتها كما يجب وفاش داز شي 3 جو ما درت حتى شي مبيع كنقول علاش كيدخل عندي بنادم بعدا كنشوف الفيزيتور كيدخلوا كاين لا دي تو كارت بزاف كيأجوتيو البانيا بخي كيمشيو كنقول ما يمكنش كيفاش شنو المشكل كدا هذا الشيء ما خدامش ابري كندير الاناليز ديالي شنو درت كنت درت واحد ديسكريبسيون كبيره ديال البرودوي باش الناس باش زعما يديروا ثقه ابري حيدت كاع ديك الديسكريبسيون ودرت شويه ديسكريبسيون درت شويه المفيد المختصر ودرت لي زيماج تا هما حيدت ديك الزباله ديال كامل دوك لي زيماج درت واحد ثلاثه ديال لي زيماج تا هما مزيانين ريتوشيتهم غير في جيمب ماشي كاع فوتوشوب ابري الغد ليه ناس فقط وانا نلقى جوج ديال لي سيلز طراق طراق قلت بيغي انا مسكين راه حسيت براسي درت شي حاجه زعما راه لا وهنا كتفهم بان كل حاجه عندها سا شونجتو يقدر تصورها تبدل كل شيء يقدر فيديو تبدل كل شيء يقدر كولور يبدل كل شيء راه الناس دابا مشاو بعيد فهاد الشيء يعني شتي داك الادتو كارت الكولورات ديالو الا بغيت كندخل معاكم نوريكم الكولور اللي كيجيب لي السيلز اكثر من الاخر لي تو دو كونفيرسيون كيتبدل على حسب الكولور اللي غدير انت الادتو كارت حيت كاين تا بسيكولوجيكمون داك الكولور كيفاش كيامباكتي ولكن هاد الشيء كتدرس على حسب لي ستاتستيك على حسب النيتش ديالك على حسب لا سيبل الا كنتي كتسيب للعيالات الرجال دوك لي كولور يعني كاين واحد مجموعه من الاشياء اللي ممكن انها ديفلوبا ولكن هذا الشيء هذا راه خصو شي فورماسيون والناس تجلس ليه فهمتي كيفاش تجلسوا لا هو دومين كبير الصراحه وماشي ساهل زعما دومين أنا كبير انا عندي سؤال اللي كيطيح ليا في راسي علاش انت ديك الساعه فاش بانوا لك عندك المشاكل ديال المود دو بيمون هذا استسمح شي واحد عيط قلت لك علاش ما فكرتيش انك تلقى الحلول لهاد المشاكل هادو عوض انك تحبس علاش جاتك في ديان ديالك نحبس هي الاولى نستسلم علاش ما عيطتيش على شي صاحبك شي خوك شي حاجه وشرحتي جلستي معاه قلت له دا شنو كاين شنو كاين واش عطيني لاكارت ديالك ولا هذا واخا هو يربح ما تربح انت والو المهم داك السيستم ديالك يبقى خديت لاكارت من عند صاحبي خديت عنده لاكارت وجبت له فيرمون ودوزت كاع هذوك داكشي اللي شاط ليا ديال لي كوموند ابخي هضرت مع البنكه هزوا لي البلافون وقالوا لي الا جاب الله عاوتاني تبلوكي تهضر معنا باش نعاودو نشوفو الا كان نديرو شي حل ولا شي لعبه ابخي نحل الكونت ان 26 دابا راه هضرتي لي عليه مي ما قلتاش لك ديك الساعه مي هادي دابا غير واحد 3 جو باش لونسيتو ولونسيت هذاك لو ستاديو اونتربرونور تاع هو درت عمرت فورمولي اونلاين باش يجيني انا ما نصحكش اون طونك مغربي ما نصحكش انك دير من بعد تواصل معايا في الخاص حيت باش تفهموا الاخوان كاين شي حوايج اللي كما قلت لواحد الاخ البارح كاين المسائل القانونيه ما نقدرش نعطيها لكم في اللايف حيت ما كنعرفش شكون كيتفرج الفيديوهات ما كنعرف الناس كتكرهني ما كنعرف كنشوف الناس اللي ثقه ممكن نعطيهم نصائح على قضيه لا فيسكاليتي كيفاش يخدموا الشركات ديالهم واش من دوله اللي يقدروا يستافدوا منها لان انت كمثال انا عارف كي الا درتي الشركه دابا في فرنسا ولا حتى كل عصا مزيان بيني وبين انا المهم دابا هادشي اللي كاين استشرت وكذا وهضرت بوتيتر ما هضرتش مع الناس اللي كان خاصني نهضر معاهم فهمتي حيت هذا هو
حتى هو يقدر يكون، فهمتي، يقدر يكون حتى هو سبب باش انك تمشي في واحد الاتجاه ولا تمشي في واحد الاتجاه اخر. مي داكشي اللي طرح لي انا في ديك الوقت وتخلعت صراحه. قال لك شرح لينا انا نستافدو كاملين خويا، وين يا صيفطيني للحبس جي تجيب لي انت القفه شنو غادي دير؟ راه ما كيعقلوش عليك اخويا. القوانين راه حنا في فرنسا، راه حنا ساكنين في فرنسا، حنا قانونيين علينا القوانين اللي مسؤوليتنا. وصراحه ماشي شي حاجه اللي هي خارجه للقانون، لا، غير انا كمثال بحال الا شي واحد مبتدئ وعنده امكانيات انه يدير شركه في دوله اخرى، كنقول له ديرها في ديك دوله اخرى وخدم قانونيا يا سيدي، وما ديرهاش في فرنسا. علاش؟ وهذا اي واحد مشيتي في التلفزه راه كيقول لك لي الشارج في فرنسا طالعين كيضربوك التكدر، الدوله راه ماشي مشاركه معك، تولي انت خدام عندها. يعني خص تفهموا هاد الامور هادي، انت كيفاش؟ المهم داكشي كاملو حيت كاين بنادم خدام معايا في الخدمه ديالي نورمال ومديكلاري وكونتي سالاري في الدوله، بلوس انت عندك المسائل ديالك وهذا، دونك راه المهم علاش دابا داكشي كاملو غادي نهضر معاك حسب سي محمد ولا تشوف بروبليم انت دير. وإلا كانت اذا اقتضى الامر يقدر نديرو شي هاد الويكند هذا، لا اللي بعد منه نقدر نتلاقاو هنا كمثال، نعطيكم العنوان ديال البارك وهذا، نجيو نجلسو نجيبو الزربيه ديالنا نديرو شي ابري ميدي، نتبادلو غير في المسائل العامه مع الاخوان كاع اللي بغاو يستافدوا، الناس اللي في باريس والنواحي كامل، حيت كاينين بزاف ديال الدراري كيتابعوني هنا في النواحي ديال باريس قرب، يعني عندهم ربما نص ساعه ولا ساعه ديال الطريق، ونجلسو نستافدو نديرو شي اجتماع ونستافدو شي حوايج اللي هي نصائح سرور انت سيمو. ما كاين من الويكند ما كاين حتى شي مشكل ان شاء الله على جل العيه، نديرو نشوف مع الاخوان نشوفو ندير شي بوست نبارطاجيه، واللي بغى يحضر نشوفو العدد حيت ما خصناش نكونو كثار، فهمتي، حتى ال 15 واحد ولا هذا ممكن تجيريها وتجلسوا هذا، ولكن اكثر ما خص تكون شي حاجه اخرى منظمه. الناس ديال 78 مونت لا جولي، مونت لا جولي اخويا راه قريبه ماشي بعيده، راه قريبه شويه شويه مونت لا جولي مجبده، مي كاين ترونسبور كاين تران. سي بون فكرني بالسميه، ما قلتيش لنا السميه. محمد. محمد نتشرف فينا اخويا محمد، مرحبا. المهم نتمنى ان شنو تقدر تقول للدراري مازال اللي باغي يبدا ومازال ما عارفش منين يبدا اللي بغى يبدا نقول له اودي راه الا مشى ليوتيوب الا كاع ما عارفش يكريب وديك ما كيعرف لا لغه لا داكشي، راه ما كاين حتى شي حاجه اللي زعما هو الدومين هو كبير لارج وفيه بزاف ما يدار وكاين بزاف ديال الحوايج خاصك تعرفهم وما تقدرش تعرفهم في النهار الاول، مي خاصك ديما انت تحاول تمشي غتمشي ليوتيوب باش تطلع بوتيك فهمتي، ما ديكوراجاش راه فيت في غادي تكري هاك دا تيم تشوازي لي كولور كدا تصاور تشوازي برودوي وبدا باش تعلم، خاصك تبدا باش تعلم. لوبجيكتيف اللي يكون عندك في الدماغ ديال هو خاصني نبدا باش نتعلم باش نخسر دوك الفلوس اللي عندي، عندي واحد 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم نخسرها، ودير في بالك بانه غادي نخسرها. تقول بحال عوض تخلص فورماسيون انت كتخلص باش وراه مهم باش حتى الا خلصتي فورماسيون راه حتى ديك فورماسيون تبعها دو زيد راه ماشي هي اللي غادي تعاونك، مي انت خاص دير في بالك بانه خاصني نتعلم انا 1000 درهم ولا 2000 نخسرها ونمشي نتوشي في الفيسبوك ونبدل هادي وندير لي بارامتر وفهمتي باش تعلم كومون سا مارش شنو خاصني دار وكذا. وراه فاش كتشونجي شي حوايج وكتجيب مبيعات ولا كتطلع الكونفرسيون ولا كذا حتى الثقه في الراس ديالك كتزاد وكتقول اودي راه بوسيبل، فاش كتقول ديك سي بوزيتيف راه حتى شي حاجه ما تقدر باقي تحبسك، غادي يجيو مشاكل اخرين من بعد كبارين باش دير دي شيفر مثلا اللي كي باش اميليوري لي شيفر ديالك. مي بلاتي ما تقطعش باردون نانا شو اون لايف انستغرام نانا جو بارل افيك كيلكان شو اون تران دو بارلي افيك كيلكان زيد كمل تسمعي. الو مشى الصوت واقيلا قلت لك المهم كان خاصو يدير في بالو انه راه خاصو يتعلم خاصو يخسر داكشي اللي عنده في الاول غايقول غنخسرو باش نتعلم باش يكتشف بانه راه بوسيبل يدير يحقق شي ارباح، الا اكتشف بانه راه كاينه اون بوسيبيليتي ديك الساعه راه يقدر يمشي بعد. الزوينه هي داك الدولار الاول واخا تكون انت خسرتي كمثال 1000 دولار وجاك ديك الربحه الاولانيه صافي، هذيك كتقول اجيا هاد الناس هادو راه بحال الا شي واحد كينقب وخرجت لواحد النقطه ديال الماء كيقول لي واقف صافي هنا راه خص هنا غادي نبقى كاين شي هنا كاين شي عين ديال الماء حيت شنو كيطرى الدماغ ديالك الدماغ ديالك كيقول راه بوسيبل كيقول لك راه ممكن، واش كتكون ديك ممكن في الدماغ ديالك صافي تحفر فيه راه صافي
ما غادي غادي انت انت براسك غتمشي تقلب على حوايج اخرين باش تافونسي باش باش تجيب مبيعات اخرين باش كيكون فيك الكوراج كيكون فيك الجهد. اسميتو اي صافي شويه عطا بالنسبه ل دابا كمثال جا واحد السؤال هنا قال لك اودي كيفاش كيفاش نصايب السطور. هذا السؤال اخويا راه نورمال ما خصوش يتطرح. السطور شنو غتمشي ليوتيوب غدير كيفاش نصايب السطور كومو فيغ ان ستور شوبيفاي غادي يطيحوا لك زباله ديال الفيديوهات خذ الاول ولا الثاني ولا الثالث راه في النهار بالدارجه كاينين بالدارجه كاينين بالعربيه كاينين اي شيء كاين داكشي اللي كيقول بلا الضيفين نقول داك الدري هذاك داكشي داير تما 3 فيديو كل فيديو فيها ساعه غادي تبع داكشي اللي قال لك غطلع السطور وغادي دير فيسبوك غادي تبدا كافي باش تبدا. شنو بغيت نقول لك ايوا صافي نتمنى ان الاخوان يبارطاجوا هذا الفيديو ديالك هذا مع الاخوان شي واحد ما بادي ما والو لان كاين اغلبيه الدراري ما كيبغيوش يبانوا ولا هذا ولكن راه كنظن بان راه عاوتاني من باب ان تشجيع الناس وهذا راه مزيان لان راه كاينين خص تفهموا واحد القضيه الاخوان راه كاين كتلقى واحد النسبه كبيره ديال الناس راه كم معلومات خصو غير داك اللي يدفعوا هكا عرفتي غير اللي يدفعوا شويه هذيك ديال الدفعه بصبعك هي هذه دابا اللي كنديروا كيشوف شي واحد كيقول اجي غندري هذا الشيء كيقول صافي كيهزر الاورديناتور كيتحمس كتبان له نتيجه صافي وهذا الشيء هذا هو الهدف ديالنا حنا ماشي شي واحد تهزو انت فوق كتافك وتبدا تمشى به حتى توصلوا لا بغينا نديروا له غير ديك هاك غير بصبعنا غير ندفعوا شويه حيت بقات له غير ديك النغزه شويه باش يديماري وهذه شنو كيكون كيكون البلوكاج في الدماغ كتلقى بنادم عارف شوبيفاي شاف الفيديو الا كتقول له الفيديو ديال بلال الضيفي ديال فلان ديال فلان يعرضهم لك ماشي شافهم راه حافظهم كتقول له شنو كتسنى كيقول لك لا خويا وكيفاش وانا دابا وباي بال واش ندير وانا دابا عندي مشكل ديال داكشي علاش خاصك تبدا باش تشوف دوك المشاكل باش تحلهم خاصك تبدا كي غادي يجيو من بعد كيما وقع لي انا دابا راه جاوني المشاكل ما غادي تحلوا من بعد ان شاء الله هذا الشيء راه عادي جدا هذا الشيء راه فاش قلت لك انا ديك الساعه حيت اللي كيهمني انا فاش شرحت لك ديك السؤال ديك الساعه قلت لك اودي شنو درتي بغيت نفهم واش عندك المايندسيت ديال شي واحد اونتربرونور اللي دائما كيلقى مشكل يلقى له الحل ولا اول مشكل راه يقدر تبان لك الخدمه وداك الشيء ولكن الا كنتي من دوك النوع اللي اول مشكل كتسلم نقول لك اخويا غير بقى في خدمتك ونسى عليك الدومين فهمتي ونسى عليك الدومين حيت النهار غادي توصل يبانوا لك شي مشاكل فين يبان هذا الشيء هذا كتكون البيزنيس ودير التيم ولي سالاري وهذا كتفيق واحد الصباح كتلقى الفيسبوكات كلهم واقفين وعندك فلوس في الساعه حاصله وعندك هذه اشنو غادي دير اسكتي كيفاش ولا غادي تسطا فهمتي كيفاش انا دابا شنو طرا ليا مع خلعني واحد خونا المهم قال لي ودي راه نورمالمون طبال هو باش دير شي اكتيفيتي هذه بلا ما يكونش عندك ستاتي وريك واخا قول له هذه الاكتيفيتي هذه باش عرفتي انت دابا في فرنسا قول له دابا هذه الاكتيفيتي انت البرودوي جاي من الشينوا باش عرفتي انت في فرنسا حيت انت مشيتي قلتي له ودي لا بون تاو كيقشعوا في البنكه الا ما بعتي راسك ما كاين اللي يبيعك ولكن البنك خاصك دير بنك خاصك تحل شي كونت فهمتي بحال دابا داكشي اللي كنقول لك دابا شوف المشكل ديال البنك دابا فاش كتبدا من الاول ماشي داكشي اللي درتي فيها سي با غرو شوز علاش حيت اصلا فرنسا دابا كتعطيك الحق انك تبيع اون طونك بارتيكولي في باي بال تبيع في ايباي شي حاجه اللي هي قليله جدا فهمتي في العام ماشي مشكل ولكن دابا راه خص تلقى الحلول لهذا الشيء هذا انا كيما قلت لك دابا راه خليت انفنتيس اون فوا غادي يفيريفيو ليا لي حل هذيك الاخرى ديال ريفوليت غادي غادي نشوفها ونقلب عليها مي اون فوا غادي تحل ليا كونت خارج ديال فرنسا غادي نعاود نونسي لاكتيفيتي والفلوس يمشيو تما يتسوق كونكو ما كنديرش ديريفوليو اللي هما كبار بزاف راه ماشي مشكل غادي خصك المعلم غيخصك ليكار الا بغيتي تخدم بالمعفون مزيان لان انفنسيس هي راه محدوده انفنسيس خصني نوريك واحد القلب تعرفوا هاد الدراري الناس اللي راه لي بون كلهم لي ماستر كارد لي كارت كلهم ماستر كارد راه ما تقدرش دير فيهم اكثر من 30 بيمون في الشهر 30 بيمون في الشهر تصور دابا انت كل نهار بحال دابا كمثال جاوك 20 مبيعه في سميتو الا جاتك 20 مبيعه وبغيتي تكومونديها في علي اكسبريس راه ما غاديش تكومونديها وحده من بعد وحده وحده من بعد راه تجمعهم كاملين وتخلص خطره وحده وانا كنصحك باللي لي كوموند الا عندك غير ديك الكارطه دير
un jour sur deux باش ما تفوتش ديك 30 يلاه كتكون فيها درتي 15 بيمون في الشهر بديك لاكارت وتقدر تخلص بها عاوتاني الفيسبوك ادس ولا شي حاجه فهمتي لان الماستر كارد في لا بروتيكسيون ديالها في لي دروا ديالها اون فوا كتفوت بها 30 بيمون متابعين ولا في الشهر اشنو كيديروا كتبلوكا اوتوماتيكمون باغ بريكوسيون بحال كيقولوا بحال الا تشفرات ولا شي حاجه خصها تعيط على السيبور ديالهم عاد يبلوكيو عليك فهمتي كيفاش ويقدر تبلوكا لك في المومون اللي فيسبوك خصو يتخلص اشنو غيديروا هزوا الفلوس ما طاحوش طاف كيتسدوك منين اللي كي يغلقوا كاع لي كومباين وكيكون داكشي كاع اللي داكشي كاع اللي حرج الجمل كيكون دكو ما عليناش ولكن انت وقع لك هاد المشاكل السيمو وقع لك بحال هاد المشاكل داكشي علاش ماشي كنقول لك راه وقعت ليا انا راه حاليا كنأكومباني دراري اخرين عندي دراري كنخدم معاهم دي جون دي بروجي في جميع المجالات ولكن في لي ديبي ديالك في البدايات ديالك يلاه بديتي وقعوا لك مشاكل تانتا انا ما تقدرش تقارنوني بكم نتوما علاش انا ما عمري بديت من الزيرو انا جاي من الدومين ديال لونتربرونير يعني ديال الشركات لهذا الدومين هذا دونك انت الخدمه ديالك ديجا كانوا لي كارت كانت واحد المجموعه من الاشياء اللي ما عنديش فيها مشكله انت وقعوا لك مشاكل في شي حوايج اخرين اللي غادي النهار توصلهم راه غادي دير اصلا تفهموا هاد القضيه بان الاغلبيه دابا الناس اللي كيطلعوا معايا راه غير الناس اللي كيبلوكيو فواحد النيفو ان فوا فاتور ما كيجيوش مازال عندي كاع كيوليو اصدقاء ديالنا وكيتصاحبوا مع الدراري اللي واصل لنيفو اخر ودوك المشاكل كيتحلوا راسهم حيت علاش كتولي كتلعب فواحد النيفو اخر داكور لا سي فري سي فري راه غير هاد دابا باش بوغ كيما كنقولوا باش نطمئنكم راه هاد الدومين هذا راه غير الصعيب فيه هو الاول اما داك المعلومات اللي خاصك من بعد باش دير المنايض راه غتجيب وحده علاش حيت الفوا بديتي كتخدم تعرف على ناس تعرف على دي فورنيسور تجلس مع تمشي عند الفورنيسور كتقضى عنده زين غتجي عنده يقول لك اه راه كنتعامل مع فلان في الدوله فلان في الليه كتقول له اخويا عطيني النمره قول له عيط عليا يعني قلت له راه ولد بلادي كتجلس كتقهوى معاه كيقول لك شنو كندير كتقرا منه انت كتعاودو تعطيه وهي غاده وهذاك النيفو غادي يجي من بعد ايوا ان شاء الله المهم تسناو ديرينا ديك لافيتاسيون نريحو معاك شويه ان شاء الله ان شاء الله نديرو ندير شي ستوري هاد الويكاند لا هاد الويكاند لا الويكاند اللي بعد منه وداكشي اللي كاين نورمالمون نشوفو حيت دابا جويي راك عارف لي فاكونس مع الدراري جويي اوت ونشوفو ان شاء الله باذن الله غير حاجه وحده ما تحبش لا ما غاديش نحبس غادي نحل داك الكونط اللي قلت لك دابا ان 26 باش ما يبانوش عندي الفلوس هنايا في فرنسا وميم طون باش يتحيد ليا داك البلوكاج ديال 3500 مع قليله بزاف وان شاء الله غادي نكمل غادي نمشي بشويه عليا شويه بشويه ايوا شكرا باش تفهموا الدز ديما حنا دابا كنهضروا على شي معلومات فين الناس وصلات وانه سيونس بالوي ولا سميتو قال لك وا دص العرا راس التيمم مع من غادي تهضر دابا ايوا المهم دابا مع من غادي تهضر ايوا كل واحد وفين واصل دابا النيفو ديالو في سبيطار الحماق صافي والله الا سبيطار الحماق اي داكور الاخوان ربي يوفقكم الله ييسر يلا شكرا واش غتمشي انت نخليوك كاين شي واحد اخر انا راه خارج باش نتشمش وندير لا مارش ديالي في نفس الوقت نتمشى شويه ومن بعد انا خدام نتغدى يلا سيدي الله يوفقك يلا شكرا هنا كيديروا الديفلوبمون كاين داك خويا اللي كيطلع معايا اللي كتعرفوه كاين داك النهار اللي طلع معنا في عمر كاين خالد يعني بزاف ديال الدراري نيت ولا داك غادي كلهم في دي غران جروب هنا في باريس وخدامين ما شاء الله يعني راه ان شاء الله تعرفوا عليهم ان شاء الله كاين الريزو ان شاء الله الريزو راه مهم يلا الله يوفق الله يوفق شكرا الله يهنيك السلام عليكم غادي نجيب واحد الاخ مسكين من ديك الساعه كيجاوب كونت باي بال بارتيكولي خويا راه ما كاينش شي حاجه سميتها كونت باي بال بارتيكولي ولا بروفيش راه ما كاينش شي فرق بيناتهم راه كتورك على بوطون كدوز من كونت باي بال بيرسونيل كتقول لهم راه غنبدا نبيع ونشري كتقول تورك على بوطون كيولي بيزنس يعني ما فيهش شي فرق راه ماشي شي اوبسيون ولا شي حاجه ولا من بعد بقات غير كيفاش غادي تخدم انت ولا بداو كيدخلوا فلوس كثار
خصك ديك الساعه تبروفي لهم شي حاجه ويقدر يطلبوا لك الكونترول ويقدر يطلبوا لك يهولديو لي يحبسوا لك الفلوس حتى توصل الناس السلعه ديالهم. يعني على حسب شنو كدير، راه الباي بال راه بسيط. شوفوا ناخذ شي واحد اخر. نصيفطوا لواحد الاخ خويا نزار. خويا عرفتي هاد الصلعه هادي شحال عطاو عليها الناس غير باش يمسوها؟ هاد الصلعه هادي شحال كتسوى؟ غير تكتبت على يديك غير هكا. هادي اللي حكرتيها راه هي اللي هنا. شوف انا باش كنتشارجو ديك الطاقه الشمسيه هادي هي اللي فيها كل شيء. كي داير اخويا بخير؟ خويا صافا كي داير؟ مرحبا بك. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الله يحفظك. كي داير الامور مزيان؟ تفضل عطينا السميه ديالك. منين؟ ازرقاني زعما من تطوان. متشرفين اسيدي ناس تطوان. كاين شي شميشه؟ شي شويه كاينه شميشه شويه. انتم راكم زون واحد ولا جوج؟ واحد. لا حنايا زون واحد. واحد هنايا يعني تحررت وصافي شويه شويه. تفضل اخويا. مرحبا. يلا عندي واحد الاكسبيريونس جديده في دروب شيبين. وهذه واحد 20 يوم طلع لي واحد الوينر. يلا اول وينر كيطلع. ماشي شي وينر اللي بوم، مي المهم شو فيه البركه ديالو. خدمت عليه واحد 20 يوم. خلى لي شويه ديال البروفيت. دابا راه كنزيد نتيستي. بغيت نسقسيك غير على واحد القضيه. ديك الكونتاكت ديال السيبور ما بقاتش كتبان واقيلا في فيسبوك ياك؟ باش لايف شات. لايف شات ما كطلع ليه. كاينه كونت جديد؟ لا ماشي جديد، راه ديجا راه مسبندي فيه واقيلا شي 6 ولا 7. سمح لي ما سمعتكش. قلت لك لا ماشي جديد، راه مسبندي فيه شي 7 وما كتبانش. و سي بيزار هادي ما يمكنش. عرفتي شنو غادي دير؟ غتخلي الكونت ديالك مفتوح وسير عرفتي. قول لي ياك ما عندكش ياك ما عندكش اد بلوك ولا شي حاجه. لا لا الا عندك شي حاجه كتبلوكي لي بوبليسيتي في النافيغاتور حيدها. راه بعض المرات هذاك الشيء كيخلي ان لي ليان كاملين ديال الشات وداك الشيء ما كيطلعش. الا عندك شي حاجه ما عنديش. ولا شي لوجيسيال ديال هذا ديال الكاش باك، شي حاجه ديال الكاش باك. لا لا ما عنديش. ايوا حاول تمشي تحل الكونت ديالك، حلو في النافيغاسيون بريفي ياك. ولا ما خدمش ليك اشنو غادي دير؟ غتمشي غادي تحل الكونت ديالك فيسبوك، خليه محلول وحل فينيتر اخرى حداه ودير فيها روشيرش سبور هذا، وغيعطيوك واحد اللين ديال اللايف تشات وورك عليه، غادي يحلو لك ديريكت بالكونت ديالك. داكور. ولكن داكور. جرب هذا الشيء كامل، لان عندك مشكل في شي كونت. اما هما راه كاين ما يمكنش يحيدوا عليك. هذه هي المينيموم كاع، ما يمكنش يحيدوا عليك. داكور. هاد دابا باقي ما عدلتش سترايب، باقي يلا خدمت غير بالبايبال. ما لقيتيش شنو تقدر دير؟ غتمشي لا روشيرش ديال البيزنس مانجر ديالك، غتورك على روشيرش وتكتب تما السيبور، غيعطيوك واحد اللين وراه كاين تما روبورت ولا شنو غادي دير. كتحل لك واحد لافنيتر وتما تكتب لهم وتشوازي التيم. عرفت هذيك حتى هي راه تقدر تصيفط لها فيها، وفاش يجاوبوك ولا يعيطوا عليك ديك الساعه راه قول لهم اودي راه شنو كاين. داكور. تنسقسيك اخي قرني على القضيه ديال وي تفضل. اعطاني باللي سميتو غادي تسد، اعطاني الانستغرام بلي غادي تسد بعد دقيقه، يعني نقدروا نرجعوا لايف من بعد. داكور. واحد شويه ان شاء الله غادي ندخل حتى لابريميدي هكاك، ورجع ان شاء الله نعاود ناخذوك انت ونكملوا هذا الموضوع ديالك ان شاء الله باذن الله. داكور. واخا داكور. حمو لك واخا. شكرا. الله يحفظك. شكرا.